condemn. So all of them, they should be on that. So if your patient is using drugs to fight vascular disease, and again, we have to consider that the LDL target is usually the primary, the maximum tolerated dose. If not, then the first edge on ezetimibe or PCSK9 inhibitors. احنا مصورين مخرب على بعض. يا وطني صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن صباح نهارك النادي بحكم ربيعك الأخضر صباح المسك والعنبر أيها الكرام في كل بلاد صباح ينتشر في الكون دفء وتنتشر بسمة فيضيء أمل جديد ومستقبل زاهر مجيد فأهلا وسهلا بكم وأسعد الله صباحكم وطابت أوقاتكم وحيا هلا بكم في مؤتمر الطائف الوطني 11 لداء السكر الذي تنظمه إدارية الشؤون الصحية بالطائف ممثلة في مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي. نبحث عن هذا المرض لنرى مردوده الإيجابي على المرضى بمشيئة الله تعالى. يحتوي هذا المؤتمر أيضا على معرض وفيه من المحاضرين الذين لهم الباع الطويل في مجال داء السكر. فأخيرا نود أن نقدم الشكر للجميع وأيضا الشكر موصول لزملائي في مديرية الشؤون الصحية بالطائف ممثلة في مستشفى الملك عبد العزيز والذين عملوا ليل نهار حتى يخرج هذا المؤتمر بهذا الشكل. وأخيرا نود أن نشكركم الشكر الجزيل ونتمنى أن تستمتعوا بالعديد من المحاضرات التي تهم كل أطياف المجتمع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور خالد الشريف استشاري جراحة سمنة ورئيس قسم السمنة. جاجة استشاري غدد صمار وسكر مستشفى غدر العسكري. الدكتور عبد السلام الشكري استشاري طب أسرة المساعد. سيد القحطاني مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، أولا نقدم لك التهنئة باستلام ودفة الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، وأيضا أنت اليوم تحضر أول انطلاقات صحة الطائف من خلال مؤتمر الطائف الطبي 11 لمرض السكر. تتحدث عنا أولا أهمية مثل هكذا مؤتمر يعقد في مجتمع الطائف للتوعية وأيضا المعالجة والمناقشة من خلال المحاضرين المتواجدين. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نرحب بكم معنا اليوم وأنتم شركاء لنا في هذا المؤتمر الوطني لداء السكر 11. زي ما أنتم عارفين السكر هو مرض مزمن، مرض له أعراض جانبية تؤثر على معظم أعضاء جسم الإنسان من العيون من القلب من الكلى. اليوم في المؤتمر حقيقة يحتوي على المعرض، يحتوي على محاضرات، يحتوي برضو على نقاشات جانبية، الحضور من مختلف برضو مناطق المملكة وأيضا المحاضرين من داخل المملكة ومن خارج المملكة، وهناك أيضا محاضرين يشار لهم بالبنان في مجال داء السكر. ممتاز جدا. بالنسبة لداء السكر وأيضا هل يعني سنشهد إن شاء الله مؤتمرات كبرى تعقد في مثل هذه الظروف بغض النظر عن مسميات الأمراض مثلا السكري أو العيون أو في الحقيقة في محافظة الطائف هناك العديد من المؤتمرات التي تعقد سنويا،
مثلا المؤتمر السكر هو رقم 11، يعني 11 سنة تمام وهو يعقد. وأيضا هناك مؤتمر إن شاء الله سوف يعقد له علاقة برضو بالقلب، وزي ما أنتم عارفين القلب برضو له علاقة برضو بمرض السكر، فيجب أن احنا نركز برضو على الجانب الوقائي الذي في العديد من المحاضرات اليوم راح نقدمها المحاضرين، ولها علاقة بالتثقيف الصحي لأنه عنصر مهم، وهذا اللي حقيقة من أهدافنا في الشؤون الصحية وأيضا وزارة الصحة، الجانب الوقائي الذي تقوم به المراكز الرعاية الأولية الصحية. والحضور الحمد لله اليوم في جانب برضو من أطباء المراكز الرعاية الصحية الأولية. ممتاز، يعطيك العافية وموفقين إن شاء الله وجهودكم كلها بالنجاح. شكرا جزيلا. يعطيك العافية أولا وصباحك. اليوم في هذا المؤتمر طبعا 11 بلا شك يمثل أهمية كبيرة في مجتمع الطائف. اليوم نتكلم عن طبيعة مشاركتكم من خلال تقديم ورش العمل والتوعية والوقاية. المؤتمر هذا كان أهم منطلق له إنه هو السكري 2030، مع اتباع لرؤية السعودية في أن التثقيف أهم ما نقدمه كوزارة صحة ولجميع يعني كوزارات أو منشآت، تثقيف المواطنين عن مرض السكر والكشف المبكر عن مرض السكر يقلل من مضاعفات مرض السكر. فهذا ما أجل ما يتمركز في مؤتمرنا اليوم وعملنا. طبعا الجهة الفئة المستهدفة كانت من جميع التخصصات، ركزنا على أطباء المراكز الصحية لأنهم المستقبل الأول للمرضى. فالمريض يزور من المركز الصحي سواء لتطعيمات لفحص مبدئي، عندما يكون الطبيب مثقف كيف يفحص المريض، اكتشاف حالات مبكرة للسكر، توعية، تغذية، كل هذه ما يعني سوف يكون إن شاء الله شاملة في مؤتمرنا اليوم. مدى يعني نجاح دائما دوراتكم السابقة مع المتلقي ومع المراجع؟ طبعا يعتمد على الإعلام، كل ما كان طبعا الحمد لله، يعني هي الإعلام احنا نقول عندنا هو البداية. كان الحمد لله يعني احنا شفنا في عرضنا انه كان عندنا اكثر من 11 ألف متلقي ومستفيد خلال الدورات السابقة، جزء منها في الإعلام كتثقيفيا في المقابلات التي تتم مع الأطباء، تنشر عن طريق السنابات، دراسات تمت الحمد لله في فحص مبكر، كل هذه ساهمت في فحص مبكر إن شاء الله، اكتشاف مبكر وتقليل المضاعفات. الله يعطيك، الله يعطيكم العافية، شكرا لوجودكم. في هذا اليوم نشهد افتتاح فعاليات مؤتمر داء السكري 11، والذي ينظمه مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي والشؤون الصحية بمحافظة الطائف. المؤتمر يتكون من ورش عمل ومحاضرات لمتحدثين من داخل وخارج المملكة، وتشمل التخصصات التي يؤثر داء السكري عليها مباشرة مثل العيون والقلب والكلى والعصبية والأعصاب. تشرفنا اليوم برعاية معالي محافظ محافظة الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني، وكذلك مدير صحة الطائف الأستاذ سعيد بن جابر القحطاني، جميع الزملاء في مركز السكر لهم كل الشكر والتقدير على جهودهم المبذولة، واللجنة المنظمة، ولكم سناب صحة الطائف والأخ وليد الثقفي.